استبراء من بول يعذب الانسان عليه. استبراء من البول، عدم الاستتار من البول، يعني انسان لا يراعي مساله الطهاره مساله كامله. يعني عزكم الله يبول واقفا، العلماء كانوا يقولون لا تبول واقفا كالكلب. كان اجدادنا الصالحون القريبين يبنون في دورات المياه شيء سبحان الله، حمامات ارضيه وكانت صحيه، وكان سبحان الله يجلس الكبير السن متكئا الى اليسار قليلا وبعيد عن كل النجاسات، ويطمئن انه قد قضى حاجته سبحان الله. ولا حرج في هذا، المنبر ليس مكانا للفقه، ولكن اقول كان هذا اصلح واوفق. لكن الغرب للاسف الشديد جاءوا لنا بهذه الحمامات الواقفه كما الكلاب تماما او كما الحيوانات، فالحيوانات تبول واقفه سبحان الله، فيطير رشاش منها على ثياب الانسان. طيب، شروط صحه الصلاه ثلاث شروط: طهاره الثوب، طهاره البدن، طهاره المكان. فضلع من الاضلاع الثلاثه انتفى، وهو عدم طهاره الثوب، فيذهب للوضوء. نعم، صار جسده طاهرا ولكن ثوبه غير طاهر، فلا تقبل صلاته. يعيش 20-30 سنة يصلي بهذا المنطق، صلاته غير مقبولة، فهذا سبب من سبب أسباب عذاب القبر. نسأل الله أن ينجينا وينجينا وإياه. لكن القضية ليست النقاش هو في عذاب ولا ما فيش، هي القضية قضية صحة الصلاة. يعني الركن الثاني بعد أو الأساس الثاني بعد النطق بالشهادتين وهي الصلاة. أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، إن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله.